ونحن الفلسطينيين والمسلمين عامة نحن إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه لأهميته ومكانته عند رب العالمين، لأنه في الأرض المباركة، لأنه مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومكان معراجه إلى السماوات العلى. المسجد الأقصى كان في رمضان ولا غير رمضان، هو الرباط فيه واجب على كل إنسان وعلى كل مسلم يستطيع الذهاب إلى المسجد الأقصى، عليه أن يذهب ليرابط، لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى لتحقيق هدفهم بتقسيم المسجد الأقصى أو هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل مكانه. أنا من الناس اللي درسوا في المسجد الأقصى المبارك، والآن إحنا بسبب المنع ما بنستطيع نذهب إليه. بعد مرات في رمضان بنقدر نطلع لنا جمعة من الجمع، إلا أننا نحن إليه، يعيش في قلوبنا، يعيش في وجداننا، يعيش في أفكارنا. لن تمر علينا خطبة إلا نذكر المسجد الأقصى المبارك، لأنه جزء منا وجزء ونحن لن نستطيع أن نعيش كمسلمين من غير المسجد الأقصى.